قصر دوار حي الحيدرية حسبي الله ونعم الوكيل. لم يكن مفاجئا للأهالي في حلب عودة براميل النظام لتسقط في مناطقهم المأهولة بعد أيام من انخفاض حدة القصف. براميل جديدة تحصد أرواح أبرياء يحاولون أن يلتقطوا أنفاسهم في زحمة الموت المحيط بهم، حيث استيقظ الأهالي صباح اليوم الجمعة على رائحة مجزرة جديدة، مجزرة ارتكبتها قوات النظام. واحد اثنين ثلاثة يلا شوف. وذلك جراء إلقاء الطيران برميلا متفجرا على دوار الحيدرية أسفر عن استشهاد أكثر من 15 مدنيا معظمهم عمال بناء خرجوا متحدين قصف النظام ودمره لإحياء حلب. خرجوا ليعيدوا بناء شيء بسيط من الدمار الذي خلفته قوات النظام في حربها المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام ضد المناطق المدنية. كما لم يتوقف النظام عند استهداف المدنيين، بل عاد ليمنع فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف من رفع الأنقاض وإخراج الجثث المتفحمة، ليعود ويستهدف المنطقة بقذائف الفوزديكا معيقا عمليات إجلاء الضحايا. حي مساكن هنان هو الآخر، كان اليوم على موعد جديد مع براميل الموت، بيد أنها لم تحقق غاية مرسليها، واقتصرت أضرارها على الحجر دون البشر. 7 الصبح، مين الصبح؟ إيه مكان عم بضرب؟ هاي المساكين، وضع المساكين. أما راجمات قوات النظام التي استهدفت بزاعة في الريف الشرقي، فقد خلفت شهيدين وإصابات مختلفة في صفوف المدنيين. الله أكبر، الطيران الحربي يقصف مدينة الرفاعي. وكذلك الأمر في الريف الشمالي، استهدفت فيه مناطق ومدن، القبر الإنجليزي وتل رفعت وحيان وعندان، ما خلف شهيدا وعددا من الجرحى.